رحلتين جت في سنتين ورا بعض في الصيف إلى أبها. كانت الرحلة الأولى فيها جروب سياحي طبعا. أي نعم، جروب كامل، أبو ناصر اللي هو عبد الله عبودي، وأيضا الأستاذ بدر، والغالي جدا سعيد حامد، وخالد حامد أيضا في أبها. كانت الرحلة الأولى إبراهيم النقيب وعبد الله حبيب، هذه كانت في الرحلة الثانية لإبراهيم النقيب وعبد الله حبيب، وأنا أيضا دخلت معهم في الرحلة الثانية. وكانت يبدو لي أنا أن الرحلة الثانية كانت أوسع وأشمل بحكم أن الشباب موجودين متنوعين، في ناس من الشمال مثل أبو ذوق، في ناس من الوسطى اللي هي في القصيم مثلي أنا، ومثل عبد الله المقبل أيضا كان في الرحلة الأولى، وفيه اللي عبد الله عبودي، وفيه الشباب اللي هم عبد الله حبيب وإبراهيم النقيب وخالد حامد من أبها وسعيد حامد. فصارت مجموعة كاملة فكرتها أنها تروح للمعالم السياحية أو في المناطق السياحية في المملكة. بدينا في أبها وكانت الرحلة موفقة جدا جدا، يعني حنا كنا نعد من الرحلة ونعرف المعالم اللي نروح لها، ومع ذلك يوم رحنا استفدنا أكثر من إعدادنا صراحة. والشباب ما قصروا، وبذوق والأستاذ عبد الله والإبراهيم كلهم نقلوا بسنابهم، واللي عاجبني فيهم أنه متابعين بدر مختلفين عن متابعين عبد الله عبودي، متابعين خالد حامد أيضا مختلفين، ففي كل الطوائف موجودين في المتابعة هذه. لكن يبدو لي في سؤال يتبادر إلى أذهان كثير من المتابعين لنا، اللي هو حتى أن السؤال هذا وصل إلى برنامج الليل والناس، وهو متى يلتقون الهواوية؟ حتى الآن ما ندري متى يلتقون مرة ثانية الهواوية. وهذا يعني كانت آخر رحلة لكم في الجنوب ولا كيف؟ آخر رحلة لنا في الجنوب. أول رحلة كانت في شو اسمه منطقة عسير، هذه أول سنة. أن فكرة أنه كل سنة نكون في منطقة. في منطقة. في منطقة. إحنا جروب تقريبا من 10 أشخاص. أول ما منطقة كانت بعسير بحكم أن الفكرة هو فكرة سعيد حامد. رفيقك وسميك بعد. هي شوف الفكره زينه، انا جبت سعيد حامد وخالد حامد، انا خلاص نعم فيكم كله. كنت ودي ادخل معكم بس الحين لا خلاص كنسل. السنه الثانيه صارت في منطقه جيزان، رحنا مرينا على فيفا ومرينا هناك. الثالثه كان من المفترض انه عندنا في حائل صح، ولكن صار فيه ظرفين لسعيد حامد وخالد، كانوا متابعين مع امهم عسى الله يشفيها وندعي له، ونبي الناس يدعون له ان شاء الله بها رمضان، عسى الله انه يشفيه ويقومه بالسلامه ويرد لهم سالم وغانم طيب. فصار عندها الظرف هذا، وصار في ظرف ثاني عند عبد الله العبودي، فتفركشت منطقه حائل اللي كانت المفروض انها تكون بشتة هالسنه. السنه دي ان شاء الله الصيفيه الجايه باذن الله راح نبدا ان شاء الله باذن الله. لكن يا سعيد حقيقه انه كل ما قلت اني ذهبت الى منطقه معينه واني شفت كل اللي فيها، ترجع مرة ثانية وتلقى أشياء ما شاهدتها حقيقة. يعني يوم رحنا هناك رحنا مع، كان يذكر أبو ذوق اللي هو بسام الفيفي، بسام ورانا أماكن هناك مختلفة تماما، حتى أنه قال يعني قال في بوريكم مكان ما شفتوه في حياتكم أبدا. نزلنا من عند جبال ورقينا، وأذكر عبد الله عبودي كان لاعب علي أنا طبعا عبد الله، فيقول لي عبد الحكيم أنا أبغاك تسوق فينا في السيارة. فقلت له فيها أبو ذوق ولا فيه أسامة ولا فيها أحد؟ قال لا أبغاك أنت تسوق. أبو ذوق ما أعرف، وخاف إنه يطيح من الجبل، وخاف ما أدري إيش. فسقت أنا مكرهاً طيب. فلما وصلنا الجيزان أو بالأخص فيفا أو فيفا، جاء بسام قال من السواق حقكم؟ قلت أنا. قال وخر سام. أبو ناظر أبو ناصر يقول هل يسمح له إنه يسوق ولا لا؟ قال وخر. وقول له أبو ناصر عادي يسوق. قال لي شكله راكد حقيقة. خض بطننا خض هذيك الرحلة، وكل شوي ناظرني أبو ناصر يقول الله وين والدي العرب، أهل الدي العرب موزين خلاص من يوم ورعوا يشوف ابتدائي وصلهم مع 84 ويطلع على رأس الفيفا وينزل. والله لو سكتوا أنتم ما تعدون شبر. لكن حقيقة شفنا أشياء في فيفا شد بالله لما راح فيفا. وأذكر تكلم عنها عبد الله حبيب في القناة وقال لقينا هناك اللي هو البن الخلاني واشياء جميله جدا. جميله فيفا. احنا كان عندنا ضيفنا البارح ابو موسى الفيفي ابو نعم. وبتال وسولف لنا عن فيفا، حتى جاب لنا شاي ازرق القناه زروا برنامج شاي ازرق. اي طعم شاي ويتغير لونه، نحط ليمون ونحط زعفران، شيء عجبه. هذا لو تخلونه عندكم هذا، وكل ما تذوقون الضيف تقولون تتوقعوا ايش يكون هذا اللون، وعصروا ليمونه وقولوا ها تغير هذا اللون.
يا سلام. إلا إذا هذا يتغير وحنا ما ندري عنه، لأن هذا